السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا اللي بنتكلم فيها عن تاريخ مصر الإسلامية. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن إن إزاي صلاح الدين الأيوبي دخل مصر وكان وزير لآخر الخلفاء الفاطميين اللي هو الخليفة العاضد، وإزاي قدر إن هو ينهي على الخلافة الفاطمية تماما ويأسس بعدها دولته الدولة الأيوبية. وإذا ما تعرفش كل الكلام ده حصل إزاي فهتلاقي فيديو في الديسكريبشن بيتكلم عن كل ده. وزي عادتنا وإحنا بنتكلم عن أي دولة اتأسست جديد في مصر فإحنا بنتكلم وبندرس سياستها الداخلية كانت عاملة إزاي وكمان سياستها الخارجية. ولكن خليني أقولك إن الوضع في الدولة الأيوبية مختلف شوية، لأن السياسة الخارجية كان ليها الصدى والتأثير الأهم في الفترة دي كلها. ليه؟ لأن كان في خطر بيهدد كل البلاد العربية وهو خطر الحملات الصليبية. فما ينفعش ان انا احكي لك واقول لك صلاح الدين الايوبي حرر بيت المقدس وقدر ان هو يحارب الصليبيين من غير ما اقول لك مين هم الصليبيين، دخلوا البلاد العربية ازاي، وايه كانت الدوافع اللي عندهم، وده اللي هنتكلم عليه في الفيديو ده. في البداية عشان اكلمك عن الحملات الصليبية او الحروب الصليبية لازم اخدك كده ونبص على غرب اوروبا كان عامل ازاي تحديدا في نهاية القرن الثامن الميلادي. هتلاقي ان اوروبا وقتها كانت يعني بلاد اقطاعية، يعني كل واحد واخد حتة ارض كبيرة كده ودي الاقطاع بتاعه، ومشغل عمال وفلاحين بالصخرة علشان يزرعوا الارض دي وهو يستنفع من وراها. فكان كده هو من الطبقة الارستقراطية، يعني معنى كده ان هو ما بيشتغلش ما بيعملش اي حاجة وبرضه بيستنفع بكل خيرات الارض اللي هو حاطط ايده عليها، وكان بيطلق عليه لقب دوك او كونت. لحد مع زيادة يعني السكان وقتها بدأ ينشأ مصطلح ما يعرف بالجوع الى الارض، والمصطلح ده يعني ان نفس الرقعة الزراعية الموجودة هي هيها ولكن في زيادة في السكان. فبدل ما كانت الارض الكبيره دي كلها بيحكمها اسره مكونه من 5 افراد، فهتلاقي في الجيل الثاني في ابناء وفي بعدها احفاد، فالزياده دي كلها خلت اللي بيجي من الارض دي ممكن ما يكفيش كل اللي بيستنفعه من وراها. فبدات تحصل في اوروبا ما يعرف بالحروب الاقطاعيه، وهو ان كل واحد من الطبقه الارستقراطيه دي بيحاول ان هو ينهى بالارض اللي جنبه علشان يضمها للاقطاع بتاعه. كانت اوروبا في الفترة دي بتغط في ظلام وداخلة نفق مظلم مش معروف نهايته ايه، لحد ما في سنة 1088 جه واحد اسمه البابا اوربان الثاني، البابا الكاثوليكي وقتها. بدأ ان هو يطلب ان هو يجتمع بكل قادة وفرسان فرنسا في كنيسة كليرمونت علشان يخطب فيهم خطاب مهم جدا. الناس كلها وقفت قدامه وبدأ يخطب فيهم ويقول لهم: ايها الشعب العظيم، لقد احبنا الرب ويطلب منا أن نطرد هؤلاء الكفار من الأراضي المقدسة التي صلب فيها المسيح. يا جنس الفرنجة، لقد وصلت إلينا أخبار سيئة عن جنس ملعون حول كنائس الشرقيين إلى إسطبلات لخيولهم وذبحهم، وأن الدماء المراقة في الشرق تناديكم، فقبر السيد المسيح وقع في يد الكفرة والوثنيين. طبعا يقصد بالكفرة والوثنيين دول المسلمين وقتها. فبعد ما انهى خطابه وبدأ ان هو يحث الناس على ان هم يروحوا ويحرروا بيت المقدس، لان ارض فلسطين هي ارض تفيض باللبن والعسل، وان هم بكده هيبقى ليهم نعيم في الدنيا ونعيم كمان في الاخرة، وبدل ما بيتحاربوا على الارض ما بينهم وبين بعض، لا يروحوا لاراضي جديدة وياخدوها من الناس اللي اغتصبوها منهم، وان الاراضي دي اساسا في الاساس حقهم. بعد ما خلص خطبته الناس كلها اتشجعت وبدأت ان هي تنادي في الخروج لتحرير بيت المقدس. فبدأت جيوش اوروبا تتحرك نحو البلاد العربية، وهنا محتاجين نقف وقفة ونشوف البلاد العربية وقتها كانت عاملة ازاي. واكد لك من قبل ما نتكلم عن الحملات الصليبية ان الحملات الصليبية لم تنتصر على المسلمين، ولكن المسلمين اللي كانوا منهزمين كانوا في تشرذم وكانوا في تفرقة. فاللي كان حاصل وقتها ان انت لو جيت تبص على الاراضي العربية هتلاقي عندك خلافة عباسية في بغداد، وهتلاقي عندك خلافة فاطمية في القاهرة، وهتلاقي عندك دمشق وبلاد الشام في النص، نصها تحت راية الخلافة العباسية ونصها تحت راية الخلافة الفاطمية، وكمان في امارات صغيرة موجودة فيها. هتلاقي عندك كمان سلاجقة الروم، والسلاجقة دول هم اتراك من وسط
آسيا كانوا موجودين وليهم إمارات وممالك موجودة في البلاد العربية تحت ظل الخلافة العباسية اللي كانت في الأساس ضعيفة وقتها. هتلاقي كمان عندك إن ما كانش المسلمين كلهم من العرب، فكنت انت هتلاقي مسلمين عرب، وكنت هتلاقي زي ما قلنا سلاجقة واكراد وارمن وناس من الحبشة ومن اواسط افريقيا، فما كانش في وحدة موجودة. فعلشان انت تحارب كيان خارجي لازم الكل يلتف حول قائد يقدر ان هو يحرك كل الجيوش دي للجهاد في الوقت ده، وده ما كانش موجود خالص وقتها، لان انت كان الخليفة النمط المعروف اللي هو اللي كان قاعد بيتنعم في النعيم، والوزير بيدور بلاد زي ما هو عايز، ووزير يجي ووزير يتغير بعدها سواء في الدولة الفاطمية او في الدولة العباسية. فكانت يعني الدول العربية في صراع داخلي اصلا، وما كانوش مهيئين ولا مستعدين لان يجي خطر خارجي. دخل الصليبيين بعد ما عبروا القسطنطينية، اول مدينة قابلتهم كانت مدينة نيقيا في سنة 1097 ميلادية. دخلوا مدينة نيقيا وعبروا بعدها لأول إمارة بدأوا إن هم يحصروها، ودي كانت إمارة الرها، ودي كانت تحت حاكم سلجوقي إلى حد ما كان ضعيف، ومحدش قدر ينصره من الحكام السلجوقيين، لأن في النهاية سقطت أيضا إمارة الرها في سنة 1097. وكان القائد وقتها أو أول أمير صليبي ياخد إمارة لنفسه ده كان اسمه بلدوين الثاني. خد الإمارة دي وريح شوية، حب ان هو خلاص كده استكفى زي ما بيقول. تواصل بعدها الزحف الصليبي، وصلوا لحد إمارة أنطاكيا في سنة 1098 ميلادية، وما هي إلا شهور معدودة، وتحديدا في يوم الجمعة 15 يوليو في سنة 1099 ميلادية دخل الصليبيين القدس. الصليبيين لما دخلوا مدينة القدس، وده بشهادة المؤرخين الأجانب، قاموا فيها بأبشع المذابح اللي عرفتها البشرية. قاموا بقتل أكثر من 10,000 شخص. مذبحة استمرت أكثر من 10 أيام. قتلوا فيها الناس لدرجة إن الدماء كانت تسبح في القدس فلسطين، لدرجة إن هم كانوا بيوصفهم إن كانت الدماء تصل إلى أعقاب خيولهم. واحد فيهم بيحكوا بيقول: دخلنا على بعض من النساء فما فعلنا بهن إلا أننا بقرنا بطونهن وقتلنا الأجنة بس، يعني هم ده اللي عملوه. وكمان كانوا بيحرقوا من الجثث علشان يسهلهم بعد ما الجثث دي تتحرق إن هم ينبشهم في الرماد ويستخرجوا الذهب والحلي اللي موجود. وبيقولوا كمان من وصف المذبحة دي إن لو كانت تجمعت الجماجم نفسها لوصلت لارتفاع أعلى من أسوار القدس نفسها. اللي الصليبيين عملوه كانوا بيقتلهم اي حد يقابلوه، اي عربي، اي حد لابس لبس عربي، ما بيفرقوش بين ان ده مسيحي مسلم يهودي، اي حد كانوا بيقتلوه. وبعدها كان الموجود في امارة القدس واحد اسمه امرلك او عموري. في الفترة دي وعايزين نحفظ شوية الاسامي اللي احنا بنتكلم عليها دي، لم يتحرك ساكنا لاي حد من العرب. الوضع اشبه بالفترة اللي احنا فيها دلوقتي، الا ان يعني استشعروا الخطر في إمارة حلب، لأن بعد ما الصليبيين أخذوا إمارة أنطاكيا فأنطاكيا قريبة من حلب، فبدأ يظهر شخص على الساحة اسمه أبو الفضل ابن الخشاب. أبو الفضل ابن الخشاب ده كان راجل دين، راح لأمير حلب ومعجبوش الكلام بتاعه، لأن هو كان عايز يطبع مع الصليبيين بالمفهوم المعروف دلوقتي. توجه لبغداد وخطب في المسلمين في مسجد بغداد، وبدأ يحس الخليفة العباسي وقتها ان هو يتصدى للصليبيين. استدعى الخليفة العباسي الحاكم السلجوقي وبدأ ان هو يأمره ان هم يخرجوا لمحاربة الصليبيين، وده كان من يعني أتابكة الموصل. وكلمة أتابكة معناها مربي الأمير، دول الناس اللي كانوا بيربوا الأمراء والفرسان علشان يكونوا قادة بعد كده. شخص كان قائد وقتها اسمه شرف الدين مردود. الراجل ده اتحرك علشان يصد الحصار اللي كان موجود على حلب وقتها، وكمان استنجد بيه طقطقين والي دمشق وقتها علشان يصد اي خطر ممكن يجي على ولاد دمشق. نجح شرف الدين مردود في صد الهجمات سواء على حلب او دمشق، لدرجة ان طقطقين يعني استقبلوا استقبال الفاتحين في القصر بتاعه وهناه على الانتصار اللي هو عمله، ولكن طقطقين بعد كده يعني تآمر على
قتل هذا الشخص، شرف الدين مردود، تخيل، علشان ما يسحبش البساط من تحت منه. فشوف الوضع وقتها في البلاد العربية كان عامل ازاي. بعد شرف الدين مردود يعني لم يتوقف القتال وقتها، لان كان موجود في يعني اكبر القادة عند شرف الدين مردود واحد اسمه عماد الدين زنكي. عماد الدين زنكي ده نجح ان هو يعني يجمع جيش من حلب والموصل ويبدأ ان هو يتصدى للهجمات الصليبية ويحرر الاراضي المغتصبة من الصليبيين. فأول إمارة فكر فيها هي أقصى الشمال، وهي إمارة الرهب، أول إمارة الصليبيين خدوها من المسلمين، وأول إمارة استعادها المسلمين من الصليبيين، وده كان في 1144 ميلادي. بعد كده بدأ المسلمين فعلا يحسوا أن هناك قائد عسكري وحربي بيحرك كل الجيوش دي كلها علشان يتصدى لهجمات الصليبيين. ولكن عماد الدين زنكي بعدها مرض ووافته ألمانية، فيعني الحمد لله لم تتوقف يعني الجهاد عند عماد الدين زنكي. جه بعده ابنه نور الدين محمود، ونور الدين محمود كنا كلمنا عنه في فيديوهات قبل كده، ويعني يمكن الاسم مش غريب عننا. نور الدين محمود بدأ يجمع جيوش من حلب والموصل علشان يقدر ان هو يكمل في التصدي للهجمات الصليبية. نور الدين محمود كان في جيشه صلاح الدين الايوبي، وكان عم صلاح الدين الايوبي اسد الدين شركوه، ونور الدين محمود نجح ان هو يتصدى لهجمات الصليبيين مش بس في دمشق، ولكن كمان الهجمات اللي كان بيقودها عموري على القاهرة ومصر تحديدا. كده يعني احنا نكون قدرنا نقرب الخطوط الزمنية المختلفة بداية من الحملات الصليبية وصولا الى نور الدين محمود، ومن بعده صلاح الدين الايوبي. ان شاء الله في الفيديو الجاي هنتكلم عن ان ازاي صلاح الدين الايوبي نجح في تصدي للهجمات الصليبية وتحرير بيت المقدس. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لنا لايك، واعمل له كمان شير مع صحابك، وقول لنا على رأيك في الكومنتات، واذا اول مرة تتفرج علينا كمان اعمل لنا سبسكرايب، واشوفكم على خير. سلام.